السلام عليكم. زار وفد الكاف البارحة ملعب رويبة للوقوف على مدى جاهزية هذا الملعب، حيث أنه يعرف عرف ملعب رويبة عملية تأهيل وتوسيعة تدوب لأكثر من حوالي 8 أو 10 سنوات منذ أن تقرر توسيع ملعب رويبة، والأشغال تم الانتهاء منها بمناسبة الكاف. إذن كل العلم أن الملعب هذا سوف يحتضن تدريبات بعض الفرق أثناء المنافسات على الكاف. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.